السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا عندك شجرة قلعتها من الأرض وتريد أن تعيد زراعتها في حوض، الأفضل أنك تضعها أولا في حوض صغير وليس كبير، تضعها في حوض صغير. الجذور لا تغلم، الجذور اترك الجذور كما هي، وتغلم فقط الجذور الكبيرة والزائدة اللي تعيق دخول الشجرة في الحوض فقط. بهذه الطريقة الموضعة، والأفضل أنك تستخدم تربة خفيفة وليس تربة ثقيلة، يعني لا تستخدم تربة رملية أو تربة طينية، يفضل من التراب الخفيفة اللي هي الرملية مع السماد البغري المخمر أو تربة البيتموس. طبعا التربة حتى لو كانت مستعملة، المهم أنها تكون جافة، لأن الجفاف يعالج أي مشكلة موجودة في التربة، يعالجها الجفاف كما هو واضح. بعدين تعطيها ماء، لابد أنك تعطيها ماء وما تعطشها أبدا، تعطيها ماء قد ما تقدر، عطها ماء مرة مرتين ثلاث أربع خمس في اليوم، ولا تقلق من التعفن. التعفن لن يحدث، لماذا؟ لأن التربة حديثة. طبعا نشاهد الآن عودة النمو، الشجرة نمت من جديد، برعمت من جديد وأيضا أثمرت. طبعا تختار أوقات مناسبة، وهي الأوقات اللي فيها نشاط العصارة، اللي تبدأ العصارة فيها تنشط. مع ذلك حتى داخل أوقات نشاط العصارة لابد أنك تضع الشجرة في مكان يكون قدر الإمكان أنه يوفر رطوبة، تكون التربة رطبة. مثلا تضعها تحت الأشجار الكثيفة، عندك شجرة كثيفة وتربتها رطبة، تضعها أسفل هذه الشجرة. طبعا الآن شاهدنا النموات الخضرية، الآن نتأكد من نمو الجذور. طبعا كما نشاهد الشتلة تبدو قوية، لا تهرج بسهولة، وأعتقد أنه بسبب جفاف التربة، التربة جافة وفي حاجة للماء. نعطيها قليلا من الماء علشان أنها تفك، علشان التربة تفك، ولا نحاول أنه نخرج الشتلة. طبعا كما قلنا لابد أنك توفر لها مكان مناسب، ما تضعها بمكان مكشوف وجاف. الآن تم الإخراج بسهولة، وكما نشاهد توجد جذور حديثة بالتوافق مع نمو البراعم الخضرية كما نشاهد، ويوجد جفاف أسفل التربة. وأكرر، تضع الشاتلة في حوض صغير، لا تضعها في حوض كبير. إذا وضعتها بحوض كبير من البداية سوف تفشل، والسلام عليكم.